أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسة تكررت وهذا أحدها، يقول: ما رأيكم في من يقول لا فرق بين المسلمين والنصارى، إلا أن النصارى غلوا في حب عيسى عليه السلام وغلوا في بغض محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا الغلو لما اختلفنا معهم؟ لولا الكفر، نعم لولا الكفر ما اختلفنا معهم، لكن هم كفار ونحن مسلمون، هذا معنى السؤال. أي نعم.